سويطرة وسط الفافيلا. العلامة كيديروها المافيا باش كيقولوا بلا راه هاد المنطقة راه ديال يو. واش الأصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. بصراحة اليوم الشغب بزاف ما فيه اللي يقولها، ولكن أصدقاء ديالنا ضروري خاصني نبارطاجي معكم الطاقة الإيجابية، واخا راه ما كاين لا طاقة إيجابية لا والو. ما علينا، في الفيديو ديال اليوم غيكون فيديو شوية مؤسف حيت خوكم مريض، وشحال من واحد لاحظها في الفيديوهات الاخرين ديالي، لاحظتوا بلي رانا مريض شويه، الانرجي طايحه وبزاف ديال الحوايج، والسبب هو اللي غتعرفوه في الفلوغ هذا. باش نبداو الفيديو هذا مكراش واحد 70% تقريبا ولا اكثر ما دايرينش ابوني، كيتفرجوا في فيديوهات كي ما دايرينش ابوني راه غتعاونوني بزاف لو وركتوا لي ديك البوطونه الحمراء اللي مكتوبه فيها سابوني، باش انا كنتشجع وكنزيد نخدم لكم. السبب هو واحد اللعيبه ناط لي انا، ما عرفتش واش غتبان لكم ولا لا. كما كتشوفوا هنايا ناط ليا واحد بحال شكل ديال الولسيسه، ما عرفتش اش منين جات هي. باش نكون معاكم صريح، انا على حسابي لك راه عقلي ينفعني، هذا البلان هذا كان بان فيا نهار درت الفاكسان التال ديال كورونا، هادشي راه كنهضر عليه دابا راه تقريبا شي عام والصرف. فاش كنت درت الفاكسان التالته كانت بانت عندي شي لعيبه هنايا، ولكن كانت صغيره، كنت كنقيسها كنت كنحس بها، ولكن ما كان زعما كدير ليا شي مشكل ولا شي حاجه بحال هكا، صافي نسيتها يعني، ما كانش عندي فيها شي ضرر ولا كذا. ولكن مؤخرا ملي وصلت للبرازيل فهاد الشهور الاخرين، اربع شهور الاخرى، بديت كنحس بداك الشيء ولا كيكبر، يعني كل مره كيزيد كبير كبير كبير، واحد شويه صافي ولا داك الشيء كبير بزاف، ولا كيأثر ليا على عنقي وكنحس بلا بريسيون. دابا مؤخرا كاع ولا كيضرني داك الشيء، كنوض الصباح كنلقى عنق منفوخ، و الى لاحظتوا حتى لونطري ما رانا حبسها، راه ما بقيتش كنتريني تقريبا دابا راه شي شهر ونص. وحتى بالنسبه للريجيم اللي كندير، الدايت اللي كدير، حيت كنت في بيريود ديال التدخين، الدراري ديال لونطري ما راهم عارفين، حبس الدايت ديالي حيت في هذيك الوقيته فاش كنت كنتريني كان عندي الترابيز طالع، وكان عندي الميسكل في عنقي، يعني عنقي كان عريض شويه، وفاش كان عنقي عريض كان داك الشيء كيزيد ياثر عليا، يعني اللعيبه هذه كانت كتزيد ضرني. صافي داكشي باش قررت باش انني نحبس لونطريما ونحبس الريجيم، وكما كتشوفوا يعني اعوام ديال لونطريما مشات هكا، ولكن ما تخافوش عليا انا عندي شهير يا كنرد. الا كنتي عندك السيستيم ديال لونطريما عارفه مزيان، كتعرف تريني وكتعرف تقاد الماكله ديالك، راه ما كاينش اشكال. ما علينا، ما نطولش عليكم في الهضره، في هذا الفلوغ هذا غادي نديكم معايا للسبيطار، غادي نمشيو للسبيطار باش غادي ندوز على هادشي. فايت ليا مشيت للسبيطار هنا نيت فورتاليزا تقريبا دابا شي شهرين، مشيت تماك فاش شافوا ليا هادشي قالوا ليا الاحتمال غيكون عندك ثلاثه ديال الحوايج، اما غيكون عندك التهاب في الودن هو اللي دار لك هاد البلان هذا، اما غيكون عندك تضخم ديال الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هي واحد الغدد كيكونوا عندنا هما اللي كيفرزوا الانتيبيوتيك ناتشورال باش كيحارب الفيروسات، ولا كان عندك شي ميكروب. ثالث حاجه قالوا لي سميتو هذيك الغده اللعابيه اللي كتفرز اللعاب، قالت لك يقدر يكون عندك التهاب فيها. ورابع حاجه اللي ممكن حتى هي تكون وهي السرطان، لا قدر الله يقدر يكون كونسير هو اللي داير هذا الشيء هذا، واللي المهم حنا ما عرفناش. دابا فاش كنت مشيت للطبيب قالوا لي حنا نحيدوا بعدا الاحتمال ديال الغده الدرقيه. بالنسبه للغده الدرقيه كدير هذا الشيء في حاله ما كان عندك شي مرض خطير، وما كان فاش كنت مشيت عندهم داروا لي دي زاناليز على كاع الامراض الخطيره، منهم امراض جنسيه ومنهم امراض اللي معروفين بحال الامراض اللي هما منتشرين اللي كيكونوا صعاب شويه. والحمد لله درت تقريبا شي خمسة ديال لي زريكزام ما لقيت عندي والو، وما على حسب ما قالوا لي هاد الامراض هادو مني ما عندكش راه الحمد لله، يعني ما تحتاجش انك دير شي حاجه وكذا. قالوا لي خاصك تعاود ترجع باش نديروا لك الراديو ولا غنديروا لك اناليز اخرى على حساب هاد البلان هذا، يعني غياخذوا لي بحال الدم من هنايا باش يديروا لي ضناني باش يشوفوا هاد الشيء اللي لداخل كيفاش، والراديو غيشوفوا باش الا كان شي كونسير ولا شي لعيبه غيعرفوه بالراديو. وداك الشيء دابا اللي غادي يمشيو للسبيطار باش غنشوفوا. بالنسبه لهاد السبيطار راه فابور، انا فاش كتجيو للبرازيل كتمشيو لاي سبيطار ديال الحكومه
كديروا هاد لاكار هادي كيف ما كتشوفوا لي السوس هادي انا كنديرها في ساو باولو هنا فاش درتها في فورتاليزا عطاوني غير ورقه. المهم هي باش نوريكم بلي راه الورقه هادي راه كتكون بحال هاد الشكل هذا كتكون مكتوبه فيها سوس. كيكون عندك الحق انك اي سبيطار ديال الحومه تقدر تدوز فيه فابور. وحنا دابا غادي نمشي للسبيطار ديال الحومه باش نشوفوا شنو غيديروا معانا. بالنسبه للسبيطار اللي غنمشي ليه حيت اسبوسا ديالي عارفه مزيان قالت لي احسن سبيطار كاين في فورتاليزا كاين وسط واحد الفافيلا هما اللي كيخدموا زعما مزيان وكذا. وغنمشيو عند السبيطار انا نشوفو شنو غيديروا معانا. الا داروا معايا شي حل راه داكشي اللي بغينا نشوفو البلان هذا كيفاش نعرفو بعدا شنو كاين هنايا. ما داروش معايا شي حل راه غنكون مضطر انني نمشي شي كلينيك ولا شي سبيطار ديال الفلوس باش نزيدو نخسرو الفلوس. حنا غادينا في الخساره ولكن ما كاين باس. وصلنا دابا للسبيطار كيف ما كتشوف هو هذا السبيطار وسط الفافيلا. دخلوا نشوفوا شنو غيديروا معنا في هذا السبيطار اللي وسط الفافيلا. دابا دخلنا السبيطار مشينا عطيتهم هذيك الورقه كما قلت لكم ديال السوس. ريحنا شويه وتعيط لي واحد اختنا كاينه في واحد البيرو تماك دارت لي هذيك اللعيبه ديال الضغط ديال الضغط ديالي. المهم لقيتو مزيان بقات كتسولني قالت لي شنو المشكل عندك وهادي وهادي. قلت لها راه عندي المشكل هنايا وطن وهادي. قالت لي شحال ندير الوقت. قلت لها راه قالت لي شحال من سيمانه. قلت لها راه شهور ماشي غير سيمانه. المهم تعجبات وكذا وهادي. قالت لي صافي سولتني واش عندك شي مشكل وهادي واش عندك شي اليرجي كذا. قلت لها لا صافي عطاتني هاد دارت لي البراسلي هذا كما كتشوفوا. صافي قالت لي تسنى راه غيعاودوا يعيطوا لك. قالت لي راه غيعاودوا يعيطوا لك. حنا دابا كنتسناو الاصدقاء. بالنسبه للسبيطار باللي نقي زويون زعما ما عليه ما يتعيب. انا نوريكم السبيطار كي داير. دابا غيعيطو لينا وندخلو شنو غيقولو لينا نشوفو شنو غيقولو لينا هاد الحريرة هادي اللي عندنا منين جاية. المهم راه دخلنا السبيطار قولي جبراوات وحده في البونبون وقولي وحده في العرق. المهم انا كنخاف من هادشي ديال لي فاكس واللعيبات. الله يستر وصافي الله يستر ودخلين لينا شي حاجه اخرى عاوتاني. ولكن نتمناو انه يكون هذا هو الدواء على حسب ما قالت لي انا بالدار الغده الدرقيه. يعني كاين شي فيروس عندي واللي مخلي الغده الدرقيه عندي منفوخه واخا راه موده. قالت لي راه موده والجسم ديالك كيتقاتل. داكشي علاش مؤخرا وليت كنحس بالعيا ما بقيتش قاد نتحرك ولا ندير شي حاجه. حتى بالنسبه للاصا كنت كنمشي ليه كنت كنعيا دغيا وكذا وهادي. يعني الجسم كان كيحارب ديال بصح. عطاتني هاد جوج ديال الكولي هنايا جبراوات فابور و قالت لي غتاخد اونتيبيوتيك غتاخدو سيمانه ونشوفو. قالت لي الا تحسنتي من هنا سيمانه راه هو هذاك
ما تحسنتيش رجع عندنا باش نشوفو البلان. لا صافي دابا غادي نرجعو للدار كوموندينا اوبر، حنا راه وسط الفافيلا كيما كتشوفو، غادي نرجعو للدار ونشوفو بقى. بالنسبة للسبيطار بكل صراحة السبيطار نادي، لي زيكيبمون تماك مزيانين، ما زعما ما تعطلوش علينا باش دخلنا قضينا الغراض وكذا. التعامل ديال الاطباء مزيان، السيكوريتي لا، ولكن راه معروف السيكوريتي ديما كيكون عقباه. وهادشي اللي كاين الاصدقاء، واوبر وصل، رجعوا للدار نشوفوا البلان. الاصدقاء داروا لينا اللايبات، كنحس براسي في الدوخه شويه ولكن ترونكي. لحسب لي سبوسه ديالي سولتك ليها دوك البراوات ديالاش، قالت لي وحده ديال الالام وحده ديال، حيت هادي كانت عندي منفوخه، عطاوني هذيك باش تفش لي اللعيبه ديال انفلاماسيو، ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم بالعربيه. المهم كنحس براسي دابا ترونكيلا، في شويه ديال الدوخه كما شفت تقولي هذيك اللعيبه في العرق، وحده تقولي في البومبو. البومبو عندي باقي كضرني دابا، ولكن هانيه شوف دابا على حسب ما قالت لي لي سبوس ديالي، غادي نمشيو لواحد القنت ما عقلش على السميه باش غناخدو الدواء. بالنسبه للدواء انا فابور غناخدو اونتي بيوتيك وشي دوايات اخرين، وحسب ما قالت لي الطبيبه السيمانه وغادي نشوفو البلان، وانتم غادي تبقاو معايا السيمانه باش نشوفو واش هاد العجب هذا غيتفش من هنا السيمانه اولا غنعاودو نرجعو عندهم باش نشوفو. حيت الا ما تفشاتش من هنا السيمانه اذا ماشي العقد اللمفاويه، وغتكون شي حاجه اللي هي مصعب، ولكن كنتمناو انها تكون غير العقد اللمفاوية وما تكونش شي حاجة أخرى. غادي نديك الحنت باش ناخدو الدواء فابور، اللي غناخدو فيه الدواء سميتها بوست، هادي هي الورقة اللي عطاونا باش ناخدو الدواء. المهم الدواء عطاونا موكسيلينا، ديبرونا، ايبورو، ايبو بروفينا، ريجينيزون. ها؟ ريجينيزون. ريجينيزون. Prejudice zona, muy mala. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uchi. Uchi. Muy mal, si le van a hacer dos edad, es posible que se le ponga en la basarfo. رقبان ما نمشيو حنا للسبيطار، عيطات للسبيطارات كاملين باش تعرف فين اينا واحد اللي هو خاوي، باش من باش من ما نتسناوش بزاف هذاك الشيء، باش عزلنا على اللي كيف في الفافيلا مشينا ليه لقينا خاوي. ايوا هادشي اللي كاين الاصدقاء، على ما كنظن ان السبيطارات هنا بصراحه كنتراجع على ديك الهضره اللي كنت قلت في هذيك السلبيه ديال البرازيل، بالرجوع للسبيطارات هنا في البرازيل والرعايه الصحيه احسن من المغرب، هادي كنبسم ليكم عليها. احنا دابا غنمشيو دوزنا فابور، غنمشيو عطيونا دو فابور، ولكن ماشي كونفيرمي، تنضربو السيمانة وغنقول لكم الا صحيت راه هو هذاك، الا ما شفتوش الفلوق من هنا السيمانة ترحموا عليا بكل رجولة. ياك ها يو فالكس نيك É de facção criminosa, Comando Vermelho. Aí eles dizem aqui que essa área é comandada por eles. É o Comando Vermelho e o GDF. A esposa dele é de Clara Melissa, a flor de Civi. É de que deu a. Tem nas paredes também, se eu ver eu te mostro. Clara é que deu a máfia. بس كي يقولوا بالله راه المنطقه راه هاديه كيكتبوها في الارض بحال هكا، المهم هما اللي كيبيعوا الدروغ وكداين هنا. هاد كي نومي دي كوماندو فيرميليو، سي سي في كوماندو فيرميليو. اي اوتو اي جي دي غارديونز دو استادو. دابا انا عندهم مافياش بزاف، كل وحده كدير في الارض السميه باش ايليس بيريغوس. ايليس فيفين بريغاندو بور تيريتوريو. قالت لك كيبقاو يطايفوا على الحومه ديالهم، فهمتي، كل وحدين كل عصابه كتحكم في اللعيبه ديالو، كيطايف مني كيشدو شي منطقه صافي كيحكموها كيديروا في هاد اللعيبات هادو، فهمتو، هذا هو البلان.
هنا عندهم هاد اللعيبات راه كثار هنا في البرازيل. اي كوالي ميلوري وصلنا البوستو، حتى هاد البوستو راه جا وصل الفافيلا. حنا براسنا راه حنا ساكنين مع ملاصقين مع الفافيلا. هذا هو البوستو اللي غناخدو فيه الدواء ديال الله، بوستو دي ساو. باي بوستو دي ساو قالوا لينا ماشي هنا، عطاونا عنوان اخر باش نمشيو ليه. عاونتي غنشد دابا اوبر باش غنمشي لواحد البوستو بعيد شويه من هنايا باش ناخذ الدواء، حيت هاد البوستو هذا اللي مشينا ليه هنايا قالوا لينا ما كاينش الدواء. يعني دابا انا كنتسنى اوبر موطو غيجي يهزنا ونمشيو ناخذ الدواء. الاسبوسه ديالي ما غاتمشيش معايا حيت عيانه اصلا. فاش وقفات معايا راه كانت يلاه جايه من الخدمه وخليتها تنعس، غنمشي غير راسي ونشوف واش بصح غيعطيونا الدواء ديال الله ولا لا. قالت لي خصني نمشي لها عجالة اخرى. صافي عطاونا الدوايات، عطاوني بالعادي الدوايات، خنشة عامرة خصني نبدا التريتمون ديالي واللعيبات ونشوفو هادشي فين غيخرج. كملات المهمة ديالنا، حنا خلينا دابا الدواء واللعيبات براواش راه دقوهم لينا. الدوايات راه هما هادو بالعادي الدوايات، هادي اللعيبات هادو الدواء اللي كيخلاه ما في الكحل. الله يستر وصافي. دابا على حساب ما قالوا لي التريتمون غادي نديرو سيمانه تقريبا ومن بعد غنشوفو النتيجه، ولكن دابا بكل رجوله ما كنحسش بهذاك الصداع وحتى النفخه مابقاش منفوخه بزاف. يعني باش تقولي دوك براوات حسيت براسي ترونكيل. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. هاد البلوغ هذا غيبقى مستمر، غنضرب سيمانه باش السيمانه الجايه غنقول لكم واش صحيت هادشي تفش ولا ما تفش، ولا ما داروا معايا والو. في حاله ما داروا معايا والو ديك الساعه غادي نمشي للكنيك ديال الفلوس، ولكن كنظن ان شاء الله غادي يكون على خير. قريبا داز دابا 5 ايام، المهم نعطيكم الابديت على كيفاش وليت كنحاس وشنو اللي وقع ليا. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للانتفاخ باقي واحد الانتفاخ صغير ماشي كيف ما كان في الاول، يعني بلاش كتفش شويه. بالنسبه للالم ما بقاش عندي، وليت كنفيق الصباح عليه شحال هذيك كنفيق خاسر، كانت كضرني هنايا ما كنقدرش كاع نوض. دابا شويه يعني الحمد لله حنا في تحسن، كناخذ تريتمون ديالي الدواء ديالي كل نهار كيف ما كانوا قالوا لي، وليت كنحس براسي بخير. بالنسبه للانتفاخ اللي مازال ما تحيدش 100%، ولكن على حسب هما ما قالوا لي، قالوا لي 7 ايام غادي تولي بخير. نتمنى ان شاء الله يكون كلشي هو داك. في حاله ما الا تحيد مني الانتفاخ راه هو هذاك، وراه غنقولها لكم في الفلوق الجاي. ما تحيدش راه غادي نضطر انني ندير لكم فلوق اخر، وغنمشيو للكلينيك ديال الفلوس باش نخلصوا فلوسنا. بالنسبه للكلينيك ديال الفلوس كاين اللي غادي يقول لي لا الطبيب ديال فابور ما مزيانش وهذه وصحتك هي الاولى وكذا وكذا، خصكم تعرفوا واحد القضيه، يعني راه في الطب راه كاين التسمسير. تقدر تمشي للسبيطار ديال الفلوس غير باش يخرجوا منك الفلوس، ولا باش تبقى تخلص فلوس بزاف يبقاو يقولك دير هادي واناليز هنا وهادي، ويقدر ما يكونش عندك كاع شي حاجه ويقولك لا راه عندك، يقدر كاع ما تكونش انت محتاج للعمليه يقولك لا خاصك دير عمليه وروينه وهادي. علاش؟ غير باش ياخذوا منك فلوس. اما هادو ديال الدوله راه ما عندهم ما ياخذوا من عندك. داكشي علاش الواحد حتى الا كان غادي يمشي شي سبيطار خاصو يمشي شي سبيطار اللي عنده واحد السمعه زوينه وما كيسمصروش فنان، حيت كاينين شي وحدين اللي ما كيخافوش الله، وهذا الشيء انا اللي كنخاف منه. يعني انا بالنسبه ليا كنشوف السبيطار ديال فابور احسن ليا من السبيطار ديال الفلوس. كان هذا هو الفلوغ الاصدقاء، ما كرهتش الكلمه اللي غادي تكون في هذا الفلوغ هذا في الاخر. الاساطير اللي غيوصلوا هنايا خليو لينا شي دعوه ديال الخير باش ان شاء الله يتحيد منا هذا الشيء وترجع لينا الانرجي، وبقى نحط لكم فلوغات من بالبلين كيف العاده. وكيف العاده لايك سبسكرايب، خليو لينا شي كومونتير يكون زوين، البارطاج تا هو كيعاون، وتهلاو الاصدقاء.